اهلا بيكم، معاكم ابراهيم من ميوزك زون. في الفيديو ده هنتكلم عن برنامج لوجيك برو اكس. البرنامج اختيار ممتاز لاي حد عايز يشتغل ميوزك بروديوسر من انتاج شركة ابل، بيشتغل بس على ماك اوبريتنج سيستم. في الفيديو ده هنحاول نديكم فكرة عامة عن البرنامج، وهبداية لمجموعة فيديوهات هنحاول فيها نشرح بالتفصيل امكانيات البرنامج ومراحل اخراج العمل الموسيقي، سواء تسجيل او ميكس او ماستر. أول ما بنفتح البرنامج بيدينا مجموعة من الاختيارات، سواء كنا عايزين نشغل آخر بروجكت كنا فاتحينه، أو عايزين نشغل بروجكت معمول له سيف على الجهاز، أو عايزين نفتح بروجكت جديد خالص، وده هيكون اختيارنا النهاردة. بعد كده بيديني برضو مجموعة من الاختيارات لنوع التراك اللي أنا عايز أشتغل عليه، ومن الاختيارات ممكن نختار أوديو تراك، وده لو هنسجل باستخدام مايك أو هنوصل آلة بشكل مباشر على الأوديو انترفيس. ممكن أختار software instrument، وده لو هنستخدم MIDI controller. البرنامج بيحتوي على مكتبة صوتية كبيرة وجودتها عالية، وبيسمح باستخدام مكتبات صوتية من الخارج. كمان في مجموعة من اللوبس كبيرة ممكن تستخدمها في المشروع بتاعك بمنتهى السهولة. تسجيل المشروع بيتم من خلال مجموعة المفاتيح دي، سواء هنسجل، هنشغل، هنوقف، أو هنقدم، أو هنرجع. من هنا بقدر أشغل المترونوم، أقدر أتحكم في الميزان أو التايم سيجنتشر، أقدر أتحكم في السلم، أقدر أتحكم في السرعة بتاعة المقطوعة أو العمل الموسيقي اللي أنا بسجله. من خلال المؤشر ده بقدر أتحكم في حجم التراك بشكل رأسي، والمؤشر ده بيديني فرصة أن أتحكم فيه بشكل أفقي، وده بيسهل طبعا عملية التسجيل جدا. من خلال الآي بقدر أتحكم في كل تفاصيل التراك، الداينامكس، الفوليوم، وغيرها كتير. لو حبيت أزود عدد التراكس ففي مفتاحين فوق التراكس. المفتاح الأول بيرجعني تاني للقائمة اختيارات نوع التراك لو كنت عايز أغير نوع التراك اللي هختاره. أما المفتاح التاني فبيزود لي تراك جديد من نفس نوع التراك المفتوح. دبل كليك على التراك ممكن اغير اسمه بمنتهى السهولة. لو عملت رايت كليك في المكان ده اقدر برضو بمنتهى السهولة اغير لون التراك، والحاجات دي بتسهل جدا وقت الميكس او وقت التسجيل لما بيكون عندي عدد كبير من التراكس. من خلال قائمة فايل موفي أقدر أدخل على البروجكت بتاعي فيديو، أو أقدر أستخدم لوجيك في أني أعمل موسيقى تصويرية لفيلم. أقدر كمان أدخل على البروجكت بتاعي من خلال إمبورت أوديو فايل أو ميدي فايل وأستخدمهم جوه البروجكت بتاعي، وأخيرا من خلال باونس بروجكت أو سكشن تقدر تحول كل شغلك على البرنامج لـ MP3 وتسمعه أو تعمله شير على أي جهاز. اعملوا سبسكرايب واستنوا الفيديوهات الجاية من ميوزك زون، هيكون فيها تفاصيل أكتر عن لوجيك برو إكس.